اهلا بك يا استاذ محمد، اهلا بجريده الموقع 7 اليوم السابع. اهلا بكل الساده الضيوف الموجودين معانا. احنا طبعا جاء التكريم بناء على طبعا شجاعه الاستاذ تامر في مسلسل الاختيار والحلقه 28 اثناء استشهاده، اللي هو كان قائم بدور المجند علي من الشجعان المصريين، وجبناه يعني بناء على دعوه قدمنا له دعوه، وبصراحه الفنان ما ترددش لحظه واحده، والراجل جالنا مخصوص في شبرا الخيمه هنا، وهو نور شبرا الخيمه، وهو فريق العمل اللي معاه واخواته اللي موجودين معاه والكيادات اللي موجودين معاه نوروا شبرا الخيمه، واحنا شرفنا بيهم النهارده وكرمناه. كان تكريم رمزي من حزب حماه الوطن من غرب شبرا الخيمه، امانه غرب شبرا الخيمه، وان شاء الله هيبقى الفترات الجايه او الفترات القادمه هيزورنا كتير مرارا وتكرارا، وهو اصبح بقى صديق لينا حاليا، وان شاء الله هيحضر مؤتمراتنا وهيحضر حفلاتنا وهيحضر كل التكريمات اللي هي في عمل الخير. لو احنا بنعمل اي اعمال خيريه مع المجتمع المدني او مع الارامل مع الايتام مع الام المثاليه مع العمره هيحضر معانا، وهو وعد بكده النهارده ان هو هيبقى معانا على طول في كل اعمال الخير بعيد عن السياسه وبعيد عن اي حاجه فيها سياسه، هو معانا في اعمال الخير فقط. دعوه من استاذه هناء دي صديقه عندي على الفيسبوك، بعتت لي ان حزب حماه الوطن عايزين يكرموني. طبعا حزب حماه الوطن ده يعني من اقوى الاحزاب اللي موجوده حاليا، ده رئيس الحزب اللي هو جلال هريدي، طبعا ده شخصية غنية يعني عن التعريف معروف طبعا، والأستاذ أحمد عبد الهادي برضو اللي بيمثل دايرة شبرا إن شاء الله، وأنا واثق إنه هيعمل كده يعني. دعوني للتكريم هنا، وده أول تكريم ليا بعد الاختيار. أنا جالي رسائل وجالي مسجات وجالي تليفونات إن أنا أتكرم، بس أول تكريم فعلي إن أنا اتحركت وجيت مكان، لأن موضوع الكورونا ده كان موترنا شويه او موترنا لحد دلوقتي، بس انا جيت طبعا علشان حزب حماه الوطن ده حزب وطني، فانا لازم اجي طبعا، لازم البي الدعوه. انا سعيد جدا، اتشرفت بكل الموجودين، مش عايز انسى حد، استاذ حسن محمود شخصيه محترمه جدا، حافظ مسلسل الاختيار بالتفصيل، وده كلمنا شويه عن دورك في المسلسل. انا عملت شخصيه الشهيد علي اللي هو يعتبر اهم عسكري في تاريخ الجيش المصري، لان هو العسكري الوحيد اللي اتعمل اغنيه او اتذكر اسمه في اغنيه للجيش. هو بطل استثنائي، وانا ليا الشرف ان انا عملت الدور ده، لان هو مش مجرد دور، هو مجرد نقله كمان كبيره في حياتي ان شاء الله. انا اتشرفت ان انا عملت الدور ده، واتشرفت ان انا جيت حزب حمايه الوطن، واتشرفت بمعرفة الأستاذ أحمد عبد الهادي، وإن شاء الله ربنا يوفقه في الانتخابات الجاية. أنا مبسوط بكل الناس ومبسوط إن أنا معاكم، وبشكر اليوم السابع اللي ما بيسيبنيش في أي حتة، تقريبا ورايا في كل حتة ناس بتحب تدعم الموهوبين، وموقع مهم جدا وجريدة مهمة جدا، بشكركم جدا وأنا مبسوط.